Elle est vegan. Voilà, les chocolats. C'est. ما عادش فيها ماتشي لا ترجع هذه الأغلبية بتاع الشعب التونسي ولا ما عادش يفكر يا أخي. كنت كفار ولد مسلمين ولا كنت مسلمين باش توليهم مسلمين لا بيسونس ديس، ولا كنت مسيحيين باش توليهم مسلمين، ولا كنت يهود باش توليهم مسلمين. واليهود الموجودة في تونس تباهي تراتهم مازالت أقلية، والمسيحيين باهي تراتهم وباقي أقلية. ولا ما يصليش تسميوه مسلم صحيح، تبعتوا عليه على خاطر ربي الله عايش ما بيناتكم، ها؟ واللي يصلي شكون قال لي هو مسلم؟ شكون قال لي هو مش قاعد يكذب عليا؟ بل أخلاقكم، بل أخلاقكم، خليوا الديانات على شيرة وخموا في بلادكم، وخموا مش تخموا في رواحكم اليوم، ومش تخموا في رواحكم غضوة، خموا في ولادكم بعد آلاف السنين. حتى الكلام ما عادش نلقاه، لا متاع واحد قال لي ولا متاع واحد بي نلوش في الكلام، ما عادش نلقى هادشي، ما عادش فاهم هادشي. الناس كلي كتغني، الناس كلي كده فهمت بالله دربك. وال217 هذوما إلا بعض كعبات منهم فهمتني، هاوكا قاعدين يحطوا لكم في السلاسل، كل يوم يعملوا لكم زريقة، ولا كل جمعة يعملوا لكم ضربة بنج فهمتني. وهو الرسمي غادي يلزم تنطيره كيفاش ما نعرفش. عطيتكم حل زوز ملايين و500 تصحيح و4 محامين وعادل منفذ فهمتني، ونتخلصوا منهم زوز ملايين و500. أما باش تقعدوا فهمتني ساعة دم كل يوم وربع حليب كل صباح، شوف كنت قوة وكليت القداش ولا تو يا ولدي، فيقوا على أرواحكم. مش قاعد هم ونتبع فيهم، ونتبع فيهم من البيت فهميك، على الأقل على الأقل على الأقل 15,000 فيسبوكي قاعد يقرأ ومن غير ما يتحرك فهمتني. وقتاش باش تفيق؟ اي بي سا سوفي، سا سوفي من الحكايات عملاء وعايشين في الخارج وعنده فلوس وما عندوش فلوس، والاخر عامل والاخر مش عامل والاخر عمل والاخر مش عمل، كل كي رويق زايد كلهاو بتونس، كلهاو بتونس. إلي طون، إلي طون دو سي ريفيي، إلي طون دو سي ريفيي. إي بي بيرسونيلمون أنا جو سوي بخي أن مامبليكي أ 1000%. أما أتونسيون، لا وزارة ولا حتى كاتب ولا حتى بواب، تحبوا على الأفكار نعطيكم الأفكار. وعنا عنا التوانسة يلا كيفي وكيفهم ويخموا كيفي وكيفهم، وعنا عنا التوانسة. والكلام هذا في بلا نوجهه خاصة للشبيبة الجديدة، الجماعة على نتاع بو 50 والفوق كيفي يالي، انساوهم، جيبوا جديد، اهبطوا اللوطة شوية، اهبطوا اللوطة شوية. وزحف، زحف تام على المجلس التخريبي. بالله العظيم وليت ما عادش نجم نحكي حتى مع لا زملائي لا توانسة لا جزيرين لا مغاربة لا فرنسيس، لا ما عادش نجم نحكي. واحد كي يتفرج فهمتو، لا تقولش عليه قاعد يتفرج في ديسان انيمي، حتى ديسان انيمي خير. كم شبهايم
فهمتني؟ الناس قالوا انتم قلتوا عملتوا ثوره، انت ما هي ثوره، انت ما عملتوا هاد الشيء، لا ثوره لا والو، عملوها لكم، لبسوها لكم، جاتكم من الخارج، فهمتني؟ وركبتوا فوق منها، الناس كل اللي كان ركبتوا، كلكم تحكيوا بالثوره، لا فما لا ثوره لا هاد الشيء، فما انقلاب صار، والانقلاب هذا يلزمنا احنا نحكموا فيه، ورجعوه لبلاصتو. ونعطيه للدولة هيبتها، الدولة يلزمها ترجع وتأخذ هيبة نتاعها تو قبل ما يفوت الفوت. واحد ضيعتوه في خدمته، ضيعتوه في مستقبله، ضيعتوه في في فلوس، وضيع الناس في لا باش تموت، سواء كان في تونس ولا في الخارج. يا وقتاش يا وقتاش عطيونا تاريخ، عطيونا نهار، ما استناوش 14 جانفي، وكل وزير الاول باش يحطوه لكم مهما كانت صيفته، مادام ال 217 مازالوا موجودين كما قال عزيزي، كان تطلع الربي وتهبطوا ما تقوم لهاش قيمه، وما تدخلوش الدين في الدولة. وهذه فرصة، فرصة لتونس، فرصة لتونس باش نخليوها ما بين الدول المتحضرة، ونبعدوا الدين على الدولة. إذا كان ما تغيرش البند الأول ونعاودها ونزيد نعاودها، وما نحكي كان على هذا، خاطر لا تحكيوا لي لا على اقتصاد ولا على اجتماع ولا على تربية ولا على حتى شيء، فهمتني؟ قبل كل شيء تبديل المخاخ، ما فماش راجل سياسي منكم مستعد باش يبدل اللهجة، وقته تو تعرفش معناتها وقته، ترى فماش واحد منكم يا سياسيين باش بدوا اللهجة، وانا نستنى فيكم. من بعد ان فوا نجحنا في العملية هذه، فهمتني، التعليم والاقتصاد والفلاحة ولا تحبوه، الكل كده انت يرجع لكم، مش كما قال لي واحد صاحبي، قال لي هردونا هردونا ما عادش عندنا سياحة. أخي تونس فيها كان السياحة 217 لغز المشكلة نتاعنا هذوك، ولا أمريكان يدخلوا فينا ولا فرنسيس يدخلوا فينا، ورقيبة قالها قال نتعامل اون بارتناريا افيك لو موند اترونجي كيل كو سوا لترونجي، فهمني، وخلصنا من الاستعمار مش باش نرجعوه بالتالي، واحنا قاعدين نتفرجوا عليهم قاعدين يرجعونا في الاستعمار مش بالتالي برك، بالتالي ومن القدام وفي الجنب وعلى اليمين والفوق واللوطة، فماشي نقبة برك فهم بالله داخلين في وسطها. يا ودي انا نتوجه للشبيبة، وخاصة لك الشبيبة اللي قاعد نقرا فيها فهمت الله، والريوس نتاعها مربطة، قال شنو قال فهمت الله، ربي خلي ربي على شيرك، كانت تمن بربي امن بيه وصلي على روحك، اما اخدم بلادك قبل كل شيء، وقته وقته، والوقت قاعد يضيع. هذه كلمة آخر جمعة، وما زلت باش نتفرج على البضايع بتاع الجمعة الجاية، وتو نشوف. فيقول لكم إن شاء الله أمسية طيبة وبالسلامة، هكا لغة السلام عليكم، وهاك الرويق الزايد، ونهلي وننهلك، فماشي نهلة منا وفماش نهلة منا، واحد تكلموا تونس ويزيو بلا كذب على أرواحكم، يزيو بلا كذب على أرواحكم، يزيو بلا كذب.